شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على. الموقع الذي تحتله قضيه الحقوق في الفكر الالهي موقع لا نجد له نظيرا في ظل التفكيرات المادية في الفكر المادي لا توجد هنالك قضية يطلق عليها الحق وإنما المحور الذي تدور كل الأمور حول محور المصالح الشخصيه هنالك كلمه معروفه يقولونها لا توجد هنالك صداقات دائمه ولا توجد هنالك عداوات دائمه وانما توجد هنالك مصالح دائمه حقوق الاولاد لا مفهوم لهذه الكلمه في الفكر المادي لعلكم رأيتم أو قرأتم أنه في الغرب الأولاد عندما يكبرون، البنات عندما يكبرن، كثير من الآباء يطردون هؤلاء الأولاد من البيوت. بينما احنا من الناحيه الشرعيه يجب على الاب ان يتكفل نفقه اولاده الى الممات طبعا اذا الابن او البنت لا تكون او لا يكون قادرا اذا مو قادر الاب يجب عليه ان يتكفله الى موته ولكن في ظل التفكير المادي الاب يطرد بنته من البيت الى مصير مجهول حقوق الابوين لا مفهوم لها في الفكر المادي من الناحيه الشرعيه اذا كان الابوان غير قادرين يجب على الاولاد ان يتكفلوا الابوين الى موته ولكن في بلاد الغرب في ظل الفكر المادي والحضاره الماديه الاولاد ياخذون اباءهم امهاتهم ويلقونهم في الملاجئ حتى نقل قبل فتره انه بعض الكبار ينتحرون لانه يشوف في الدنيا بعد ما الى ملجأ لا ابنه لا بنته كل واحد رايح في طريقه ملجأ ما عنده في هذه الدنيا صديق يعتمد عليه ما عنده في هذه الدنيا فأمر يدور بين أن يعيش في الملجأ ذليلا أو ينتحر هذا الرجل الكبير يذهب وينتحر كثير من الطاعنين في العمر في ظل الحضارة المادية يموتون في شققهم او في بيوتهم، ولا يعرف بذلك احد إلى ما بعد فترة طويلة الروائح تنبعث من الشقة الجيران يلتفتون إلى ذلك، يخبرون الشرطة، الشرطة يجون يشوفون جثة متحللة، ماتت قبل مثلاً ثمانية أشهر، هذا ميت لا يعرف بذلك أحد، ولا يطلع بذلك أحد، حقوق ماكو. وإنما هنالك مصالح، هذا في الفكر المادي، والحضارة المادية، وإحنا كل ما نقترب أكثر إلى الحضارة المادية، هذه المظاهر تكون فينا أكثر. بينما في الفكر الديني، في الفكر الإلهي البشر له حقوق دع البشر الحيوان له حقوق دع الحيوان النبات له حقوق إذا أردت أن تطلع على الأحكام الفقهية المتعلقة بحقوق الحيوان وحقوق النبات راجعوا الفقه كتاب النكاح بحث النفقات الشيخ البحراني مؤلف كتاب الحدائق رحمه الله عليه من علمائنا الكبار في كتاب الحدائق ذاكر فروع غريبه في حق الحيوان حقيقة واحد عندما يلاحظ هذه الأحكام الفقهية يتعجب أن الشارع أن الدين كيف يعتني حتى بالحيوان إذا قضية الحقوق في الفكر الديني لها موقع لا نجد له نظيرا في اي قانون اخر النقطه الاخرى في هذا البحث وهذه النقطه تعتبر مفتاح لكثير من المشكلات الاجتماعيه كثير من المشكلات الاجتماعيه المشكلات العائليه تنبع من عدم مراعاه هذه النقطه وهذه النقطه هي قضيه تكافؤ الحقوق في الفكر الديني هنالك آية قرآنية تطرح هذه القضية في إطار معين، وهنالك رواية مروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تطرح هذه القضية في إطار عام، الآية القرآنية تقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا في اطار معين، في اطار العائله. المراه لها حقوق، ولكن المشكله التي تنبع منها كثير من المشكلات ان الافراد ينظرون الى قضية الحقوق من بعد واحد، المرأة تلاحظ ما هو حقها. القضية ولهن مثل الذي عليهن. المرأة عليها واجبات ولها حقوق. القضيه طرفينيه الرجل ايضا كذلك الرجل يفكر ما هو حقي على زوجتي انا ماذا فعلت المراه ماذا ينبغي عليها ان تفعل احنا دائما نلاحظ في علاقاتنا ماذا ينبغي ان يفعل الاخرون تجاهنا وهذه نظرة أحادية. الفرد يجب أن ينظر إلى الجانبين. طبعا اكو هنالك مرتبة أعلى عليا، كلامنا مو في تلك المرتبة. أنه الفرد المؤمن لا ينظر إلى حقوقه أبدا، وإنما ينظر إلى واجباته فقط. الوالد رحمه الله في احدى كتبه يقول احدى القواعد اربع قواعد بنيت عليها عملي في الحياه احدى هذه القواعد وهي قاعده جدا مهمه لا للاخره فقط وانما حتى للدنيا هذه القاعده يتوقعون منك كل شيء ولا تتوقع من احد شيئا حقيقه احنا اذا نعيش حياه بلا توقعات المشاكل منين تبدا من التوقعات اذا عشنا حياه بلا توقعات نرتاح في حياتنا قبل الآخرة إذا رجل لا يتوقع من امرأته شيئا كل ما فعلته فهو فضل منها ما يتأذى في حياته إذا امرأة لا تتوقع من الرجل شيئا كل ما فعله الرجل تعتبره فضلا ترتاح في حياته هاي مرتبة الآن ما نتحدث حولها، لأنها مرتبة رفيعة. ولكن أقل ما في هذا المجال أن تكون النظرة الطرفين، ما هي حقوقي؟ وما هي واجباتي؟ القرآن الكريم يقول: "ولهن مثل الذي عليهن،" بالمعروف أما الرواية المروية عن مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تضع القضية في إطار عام وشامل وجد الرواية لطيفة الإمام يقول حول الحق ما جرى لاحد الا جرى عليه وما جرى على احد الا جرى له قضيه عام ولو كان لاحد أن يجري له الحق ولا يجري عليه. لو كان كذلك من كان جدير بأن يجري له الحق ولا يجري عليه الحق؟ الله تعالى. المتفضل على الإطلاق، المنعم على الإطلاق. احنا حق ما عندنا على الله. احنا نطلب من الله شيء، ما عندنا حق على الله. حتى إيماننا بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان ولكن الإمام يقول الله تعالى أجرى الحق لنفسه وأجرى الحق على نفسه الله قال لعباده منكم الطاعة ومني الإثابة هذا حق الله فرضه على ذاته إذن النظرة إلى الحقوق يجب أن تكون طرفين الاب لا يفكر فقط ما هي حقوقي على اولادي وانما يفكر ايضا ما هي حقوق اولادي علي اديت هذه الحقوق او ما اديت هذه الحقوق هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه ونختم بها الحديث الفرد كل فرد في حياته الا من شذ وندر الا اذا واحد من اول حياته جدا مواضع وجدا ملتفت وجدا حذر هؤلاء قلة، الأفراد في حياتهم يتعرضون عادةً إلى التفريط في حقوق الآخرين، حقوق الله، حقوق المجتمع، حقوق الأولاد، حقوق الشركاء فتبقى في ذمة المؤمن حقوق لله او للمجتمع. الفرد المؤمن ينبغي عليه ما دام في هذه الحياة وبالذات في هذه الأشهر شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان المبارك، يجب عليه أن يفكر في إفراغ ذمته من الحقوق، لأنه الفرد، إن شاء الله الله يطيل أعماركم جميعا، ولكن الفرد ينتهي في لحظة واحدة فجأة ينتقل من هذا العالم إلى عالم ثاني، وإذا الفرد انتهى لا يتمكن أن يعمل شيئا، ينتهي كل شيء، بعد يروح في بطون العالم الآخر، هذه الكلمة وردت في تعبيرات أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بطون فدعال مجهول ينتقل من بطن إلى بطن هناك بعد ما يتمكن يعمل شيء أما ما دام في هذه الحياة واحد يتمكن أن يفرغ ذمته ويبرئ ذمته أمام الله واحد يفكر شنو اكو من حقوق لله تعالى حقوق المجتمع يحاول الان يتداركها بعض الاباء يضربون اولادهم تشفيًا الابن يرتكب خطأ الاب او الام يضرب هذا الولد بعنوان التشفي تشفي يعني حتى قلبه يبرد هذا حرام من الناحية الشرعية الشارع جعل للأب والأم حد معين أكثر من هذا ما إلى حق فإذا ضربه فوق الحد الشرعي الفقهاء يقولون إذا الضرب بلغ إلى حد الإحمرار أو الإخضرار عليها الدية هذا الأب مديون لهذا الأب هذه الأم مديونة لهذه البنت الآن واحد يبرئ ذمته الآن إبراء الذمة قضية ممكنة مهما واحد فرط ولكن بعدين القضية قضية معقدة إذا شاب من الشباب والعياذ بالله فاتت فرائض الآن يقضيها شيئا فشيئا هذه القضية نقلها لي أحد الإخوة عن المرجع المعروف المرعشي النجفي معروف رحمة الله عليه قال كان هنالك رجل متدين كنت اعرفه بالتدين والايمان والتقوى وكانت تاتيني اموال لجهة خيرية لعمل خير وفرضوا فرض أنه أن أعطي هذه الأموال للفقراء مثلا طبعا هذا أذكره بعنوان المثال أنا كنت أعتمد على هذا الرجل واثق بهذا الرجل فكنت اعطيه هذه الاموال حتى يعطيها لتلك الجهه. يقول: مضت على ذلك اعوام طويله. في يوم من الايام جاءني هذا الرجل وقال مولانا انا اريد اشوفك على انفراد وحدك فذهبنا الى غرفه ما فيها واحد اخر قلت تفضل مضمون كلمات ذلك الرجل قال مولانا انني طوال هذه الفتره كنت اخونك قلت انت انت الرجل المتدين طبعا هذه القضايا قد تتفق احيانا قضايا نادره ربما تكون ولكنها تتفق قلت انت كنت تخونني قال نعم قلت وكيف قال: أنا هذه الأموال اللي كنت آخذها منك لتلك الجهة كنت آكلها جميعا وما أبذلها لتلك الجهة. قلت: أنت كنت تعمل هذا العمل؟ قال: نعم. فقلت له: يا خائن، يا فاجر. الاموال تاخذها بعنوان ايصالها الى تلك الجهه وتاخذها غررتني بظاهرك قلت فعلت ذلك الرجل قال انا الان فعلت ذلك فماذا تقول قلت له يجب ان تدفع جميع تلك الاموال وبعدين مو تدفع بقيمة ذاك اليوم، بقيمة هذا اليوم، لأنه بقيمة ذاك اليوم ما ينفع الآن، قبل أعوام طويلة. قال: ما يخالف، أنا أدفعها جميع قلت: وكيف تدفعها؟ طبعا هذه ننقلها ولكن القضية تمثل موقف جدا صعب. قال انا عندي دكان واحد، انا ابيع هذا الدكان وادفع ثمنه اليك. لافرغ ذمتي. يقول ذهب الرجل باع دكانه، الدكان اللي يتعيش منه. ما عنده مورد اخر باع دكانه وجاء بالثمن واعطاه لي وقال ابذله الى تلك الجهه ثم قال لي هل برئت ذمتي قلت نعم خان الرجل ولكنه تدارك هذا مهم المؤمن انه اذا فرط منه شيء ليخلي يتدارك يقول انا ما اخذت الاموال اموال ضخمه واعطيتها الى تلك الجهه اللي كان يجب ان اعطيها بعد ايام تمرض هذا الرجل ومات جاءوا الي وقالوا ان فلانا مات ولكنه مات وقد ابرأ ذمته هذا هو المهم. يقول انا ذهبت اليه وصليت عليه ودفناه. تعليق اكو على هذه القضيه ناقل القضيه ذكرها لي. ذكر هذا التعليق لي. قال انا اعرف ذاك الرجل. وانا ما اظن انه خان ولا في دينار واحد انا اعرف هذا رجل متدين متقي وانا ما اظن انه خان حتى في دينار واحد حتى في تومان واحد ولكنه شك أنت مؤتمن يجب أن تعطي هذا المال للفقير مثلا وأعطى المال للفقير لكن بعدين شك أنه واقعا من أعطاه المال كان فقيرا أو لم يكن فقيرا أراد أن يبرئ ذمته بهذه الطريقة العلم عند الله تعالى، احنا ما نعلم واقع القضية، هل الرجل خان واقعا أو لم يخن واقعا، وإنما أراد التخلص بهذه الطريقة، ولكن هذا هو المهم في القضية، أنه تورط وتدارك، هذه القضية نقلتها لبعض الإخوة في يوم من الايام بعد انتهاء الظهرين جاءني رجل اعرفه في احدى البلاد وقال انا في ذمتي مبلغ انا اريد ان اقدم هذا المبلغ لك لتصرفه في مصارفه هاي الكلمه بقيت في ذهني حتى لا يبقى في ذمتي شيء كلمه جدا مهم ثم بعد ذلك اخرج فد مبلغ قليل جدا قليل واعطاني هذا المبلغ قال هذا المبلغ يرتبط بتلك الجهه هذا بعد الظهرين ذهب إلى البيت كما نقلوا لنا فيما بعد وتغدى ونام وكانت نومته الأخيرة النوم اللي بعد ما قام منها احنا في يوم من الأيام ننام ولا نقوم او في يوم من الايام جلطة صغيرة تنهينا كاملا، او بشكل من الاشكال، انك ميت وانهم ميتون، نحن ينبغي علينا قبل ان ننتهي، أن نحاول أن نتدارك ما فرط منا. ذلك الرجل في قضية معروفة لا أريد أن أذكر تفصيلها، جاء إلى الإمام وقال له أنا أخذت أموال كثيرة وأغمضت في مطالبها يعني ما كنت أعتني حلال حرام فهل لي من توبة الإمام قال نعم إن توب تاب الله عليك ثم هذا الرجل خرج من جميع أمواله حتى ثياب اللي كان يلبسها أخرجها اللي المؤمنين اجتمعوا وجمعوا له ثيابا. الإمام قال: إن فعلت ذلك ضمنت لك الجنة. في قضية مطولة. في لحظات الاحتضار فتح عينيه وقال لمن للذي كان حوله: وفى لي والله صاحبه. يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. إذا تلاحظون في أدعية هذا الشهر كلمة التوبة وكلمة الاستغفار مكررة في هذا الشهر. هذا الشهر شهر التوبة والاستغفار وتصفية الأثقال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شغت شموس الهدي بالكلمة